دلوقتي نعمل الحشوة. ادي الزيت بسم الله، استنيت بس لما سخن شوية، وبعدين ننزل بالبصل كده. سمية بتقول لي الدريسة قمر عليكي، تسلمي لي يا سمية والله، انت عينيكي اللي حلوة يا حبيبتي، اتفضليه. بصوا كده، ادي البصلة، نزود بس شوية زيت بسم الله. وخلي بالك من حاجة، حركة سلق السجق دي لو انت شارياه من بره، حتى لو جايباه بلدي من عند الجزار، اتمنى انك تعمليها، لان الحركة دي بتخليه اي دهون زيادة فيه تنزل في مية السلق. يبقى انا كده اتخلصت من الدسامة بتاعة السجق. بلدي بقى مستورد، طالما شارياه من بره اعملي حركة السلق دي، وكمان بتخلي صباع السجق مع الحشوة يقفش على بعضه، ما يفتفتش منك في الـ في الـ في الـ على النار وانت بتعمليه. فحركة سلق السجق دي حلوة جدا يعني. بصوا بقى كده البصلة، والبصلة بقى كده ايه، بتاخد وتدي كده مع الزيت. هروح نازلة بنص قرن فلفل حامي بس، يدي ريحة حلوة قوي للبصلة بالشكل ده. وعلى بقى ما ده يحصل والبصلة بس شوية تستوي معانا وتهدى كده، اعرف ازاي ان البصلة استوت، حتى لو لونها مغمقش كميتها بتقل معايا. يعني انا حاطة دلوقتي بصلتين كبار، اول ما حطيتهم كانوا عارفة اللي هو مليين الطاسة كده، كل ما بتتشوح معاكي في الزيت وكميتها تقل كده هي بتستوي، البصلة بتستوي. بصوا اهو، شرف ليا طبعا ان انتوا بتشوفونا كده على طول. بصوا اهي البصلة، بصوا بقى قلت قد ايه، يعني عارفين لو اقدر دلوقتي ارجع لكم الحتة اللي فاتت دي في الشريط بتاع الحلقة، كنت اوريكي احنا نزلنا بالبصل ني قد ايه. وبصي دلوقتي هو بيستوي قل قد ايه، وهو المطلوب. حلو كده، ننزل بالفلفل عليه هو كمان يستوي معاه. طب هو انا ليه بعمل كده وليه ما شوحتش السجق الاول زي ما احنا متعودين؟ علشان السجق مسلوق ومستوي، مش محتاج انه يتشوح، هو محتاج بعد ما اعمل الخلطه الحلوه يتحط جواه ويشرب بقى من السوائل اللي نازله من الخضار، لكن السجق المسلوق مش محتاج ابدا انه يتشوح في الاول. بصوا الجمال، ايه يا منى فين الكومنتات الحلوه؟ تيجي نحط شويه ملح كده، لقيته المعلقه الحمد لله، كنت فقدت الامل فيها والله يا ولاد، مش حاجه بعيده ابدا عن ربنا، المال الحلال اهو. ادي كده رشه ملح تسوي لي الفلفل مع البصل. يلا نقطع السجق بقى على ما الفلفل والبصل كده ياخدوا ويدوا كده مع بعض. بسم الله. بصي لما بيكون مسلوق بيبقى متماسك ازاي، مفيش اي حشوه خرجت بره من غير دقيق. اه ينفع من غير دقيق، اعملهولك، حاضر من عينيا اهو كده. بصوا قولي لي اسمها ايه عشان تبقى عارفه ان الرد ده ليها، حبيبه الرحمن. يا رب كلنا من احباب الرحمن ومن عباد الصالحين. بصوا اهو، شوفوا السجق عامل ازاي، شوفوا الحشوه البلدي من جوه لونها عامل ازاي. يا سلام يا جماعه، تسلم ايدينا يا جماعه، احنا عاملين شويه سجق العيد ده عظم، اللهم بارك. شوفوا يتسلق بقى يتشوح، اعملي اللي تعمليه. شوفوا جمال السجق وريحه البصله دلوقتي مع الفلفل ابتدت بقى تطلع. ايه تعالي راحه فين، بصوا اهو كده نلم كده على بعضه، وما فيهوش بقى كده دلوقتي اي دهون خالص، كل الدهون بتاعته نزلت في السلق. للناس طبعا، في ناس كتير قوي يعني بتحب السجق بس ما بتحبش تاكله، الدهون بتاذيها بقى في الجهاز الهضمي او بتتعب القولون، حل السلق ده ممتاز. يلا فين الكومنتات يا منون؟ ما دي قبل كده ما ينزلش الطحال او اللسان غير لازم الميه تكون بتقلب قدامك، بتقطع نفسها من الغليان كده، عشان الطحال اول ما ينزل حتى لو كان مفتوح منك او مفتوح من عند الجزار او واخد حته ولا حاجه، الميه السخنه تخليه يقفش. فانت ممكن تكوني ما نزلتيهوش في ميه سخنه، ممكن يكون فتح منك من غير ما تاخدي بالك، ممكن يكون فتح من عند الجزار. طب الحل ايه؟ نغلي ميه تاني، نغليها قوي تكون قدامي كده بتقطع نفسها من الغليان، واروح نازله بالطحال تاني كمل سوا فيها، بس كده مش اكتر من كده. تعالوا لي بقى كده، بصوا
البصلة مع الفلفل الحامي على الفلفل البارد. نفتح كده وناخد معلقة ثوم كده صغيرة مش كتير. قول اسأليها. بصوا اسأليها كده، ادي كده شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. الثوم ايه؟ اه يا ريري يا قمر على كلامك الحلو ده، شكرا حبيبة قلبي. التومة أول ما بتحطيها على البصلة وطاسة سخنة بتطلع ريحة جميلة، ريحة شهية جدا. قبل بقى منزل بالطماطم، بصوا هعمل ايه، شوفوا الحركة دي، نفتح كده، خلي الطاسة كده سخنة قوي، وروح نازلة بالسجق الأول ياخد كده سخونية الطاسة زي ما أستاذ أحمد جاب لنا كده. الله ينور يا أستاذ أحمد، الله ينور يا باشا والله. ماشي، والأستاذ مينا، ماشي يا عم مينا، مينا ده الباشا الرايق بتاعنا. يا جماعة لو شفتوه هو بيصور حد كده قاعد حاطط رجل على رجل في الظل كده في الروقان، وقاعد منتهى الروقان، حرك كده ويعني يعني باشا قاعد كده في حاله يعني. بصوا ادي كده السجق مع البصل والفلفل بالشكل ده، احنا لسه ما تبلناش ولا حطينا حاجة. بصوا بقى الجمال. هنا بقى الطاسة دي اسمها ايه؟ اسمها شرقانة. خلاص كل حاجة فيها قربت تتلسع، ما فيهاش اي سوائل، وده المطلوب على الريحة اللي طالعة. مطلوب ليه بقى يا ست هالة؟ عشان لما ننزل الطماطم كده هون. ايوه سامعين؟ سامعين شرقانة ازاي؟ اول ما تنزل ميتها السجق هيشربها. بس كده، خليكي ناصحة كده وانتي شغالة. اهو بصوا شايفين الحشوة عاملة ازاي، ولسه ولسه كمان ما كملتش سوا. نشيل بقى كل ده ونتبل بقى عشان تستوي مع التتبيلة. الله عليك يا استاذ احمد، ايه اللوحة الفنية اللي انت كنت جايبها دلوقتي دي؟ يلا الله الله الله، لوحة فنية. يلا نتبل. حاضر، هناخد ملح وفلفل اسود وشوية كمون وكزبرة. ادي الملح وفلفل اسود. قولي لي تاني معلش يا منى. بصوا بقى كده يا جماعة الجمال، شايفين؟ اوعي توطي النار، لو وطيتي النار هتبص تلاقي الطاسة دي اتملت مية قد كده. احنا مش عايزين نوطي النار، عايزين الحشوة تبقى كده تاخد تدي مع بعضها كده، وكل شوية نقلبها. استاذ احمد شكله كده ايه، اللوحة الفنية عجباه جدا، الله يخليك. قبل ما نطلع فاصل نبتدي في اول خطوة في البشاميل، عشان انا افضل بقى في الفاصل اقلب 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 على ما يغلي ويستوي كده. هتطلعوا الفاصل وترجعوا لي، هقول لكم المقادير تاني. بشاميل الخلاط بتاعنا الترند بتاعنا بقاله كام سنة، بسم الله. لتر لبن في الخلاط كده، اي نوع لبن بقى. لتر اللبن ده هيتحط فيه ايه؟ ادي مثلثين من الجبنه المثلثات دي بقى، يعني عارفين احلى طعم، كانك عاملاه بكريمه بالظبط. ادي مثلث وادي التاني، مثلثين كده. وبعدين هنجيب معلقه كده. المقادير اهي استاذ احمد نزلها لكم تاني، وهاخد كده ايه معلقه معلقتين قشطه كده لو موجوده. وبعد كده اللي جاي ده بقى مهم جدا، عشان كده انا ايه قصدت ان انا اعايرها معاكم وقدامكم عشان تفهموا ايه المقصود. انا بس اقلب الحشوه كيف لا تلزق. يا سلام على الجمال، الوانها حكايه. طعم المكرونه البشاميل النهارده هيعجبك جدا بامر الله. شوفوا بقى اهو، خلاص كده هنشيلها من على النار. يلا بينا، بسم الله. اول ما اشيلها بقى كده من على النار هنعمل ايه؟ ايه اللي فاضل عندنا في المقادير؟ فاضل شويه زيتون. مش هحط الزيتون معاه على النار وافضل اشوح فيه، طعمه بيغير وبيديني زي كان الزيتون بايظ او حمضان. فعشان كده اول ما بشيلها من على النار اروح واخده الزيتون بره كده لوحده في الطراوه كده، وهخلي شويه زيتون لوش الصينيه هيدي شكل حلو قوي زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. وهقلب كده
بصوا بقى حلاوتها وجمالها، اللهم بارك. ادي كمان الزيتون عليها. بس يا ست الحبايب وخلاويص كده، يلا على بركه الله زي العسل. تعالوا لي بقى هنا، عايزين بس نجيب بوله ننقص فيها. انا حطيت في شفشق الخلاط، حطيت لتر لبن، وحطيت مثلثين من الجبنه المثلثات اي نوع، وحطيت كمان معلقتين قشطه برضو اي نوع. بعد كده هاجي بقى هنا، ادي مج او كوبايه دقيق مليانه، دي كده تخلي لك البشاميل تقيل جدا ويختم ويشقق كمان. طب ايه المقدار المظبوط لبشاميل برضو تقيل ومتماسك؟ هشيل منها معلقه كبيره هرميه اهي من الكوبايه. بصوا ادي ده كده المعيار اللي انا شلته من الكوبايه. وبعد كده دي طبعا بعد تجارب سنين يا جماعه، دي ما جاتش كده ما جاتش كده بالصدفه يعني. ادي كده معيار الدقيق المظبوط جدا، اروح واخداه حطاه على اللبن في الخلاط. ولاحظي حاجه، ان انا نزلت بالسوائل الاول، ما نزلتش بالدقيق الاول، لو نزلت بالدقيق هيكلكع. انزل باللبن الاول وبعدين الجبنه المثلثات، وبعدين قصدي اللبن الاول والجبنه المثلثات والقشطه، وبعدين ننزل كده بالدقيق واديله تقليبه. كل ده عشان الخلاط يدخل لي الهواء جوه البشاميل ويخليه يعمل لي فوم حلو كده، فيديني قوام هش زي الكريمه بالظبط، كانك البشاميل ده كله عاملاه من الالف للي بالكريمه. وتعالوا نضرب واوريكم الكلام ده عملي بامر الله. بسم الله الخلاط اللذيذ. يلا بسم الله. تعالوا شوفوا بقى كده الفوم اللي بقول لكم عليه، اللي هي الرغوه دي، دي كده معناها ان الخليط البشاميل ده كله بقى هوا، كله مليان هوا، وده اللي يخليه كريمي جدا وقوامه ناعم جدا، وبفضل الله ما فيهوش اي نسبه خطا. يعني الناس اللي البشاميل ما بينجحش معاها ولا الهوا يعني، ولا يكون عندك فكره بالطريقه دي، هينجح معاكي وانت مغمضه. حطيت هنا معلقتين زيت، وهحط كده مكعبين زبده، وممكن كمان سمنه، وهنجيب بقى مضرب. يلا بينا. وبعد كده اسيح كده الزبده، وبعدين هنزل بالبشاميل وانا بقلب. بسم الله كده. بس يا ست الحبايب، ونرجع الحله على النار تاني وانا بقلب كده اهو. اول ما يغلي معاكي مجرد ما يبتدي يبقبق كده يعني الدقيق استوى، شكرا خلاص البشاميل خلص. هحط بس ملح وفلفل اسود. يلا بينا نعمل الحركه دي مع بعض وبعدين نطلع فاصل. ادي الملح بالمره اهو، وادي كمان شويه فلفل اسود، ولو عندك فلفل ابيض بيبقى حلو قوي مع البشاميل. الناس اللي بتحب تحط جوز الطيب ممكن تحطي جوز الطيب او كبابه صيني، كل دي اضافات ماشي. هفضل بقى انا اقلب فيه كده، غطينا البشاميل وقلبناه كده بالشكل ده. بعد كده هروح واخده بقى اول شويه كده على البشاميل. بسم الله اللي في الصينيه كده، ونوزع. مش عايزه الطبقه تبقى عاليه قوي عشان لسه في طبقه الحشوه، ولسه في طبقه مكرونه كمان، ولسه في طبقه بشاميل. ما هي المكرونه البشاميل اميز حاجه فيها الطبقات. طب النجرسكو بقى، حد بقى يكتب لي على اللايف دلوقتي حالا وتقولوا لي طب النجرسكو ايه، بنعملها ايه، طبقات برضو ولا بنعمل ايه؟ عايزه اقول لكم بقى سر من اسراري، المكرونه البشاميل ما بعرفش ارتبها ولا اظبطها غير بايديا، يعني ما بعرفش اقعد اظبطها بالمعلقه ولا بالكبشه، لا لازم اظبطها كده بايديا كده. بصوا ادي اول طبقه مكرونه اهي، اللهم بارك، شوفوا جمالها اهي كده بالشكل ده، حلو كده. وبعد كده بروح جايبه دي بقى ايه، دي تطشايه من عندي يعني، بحط كده رشه موتزاريلا كده تحت الاول، بتديها تماسك وفي نفس الوقت بتديها مطه كده حلوه، بتخلي المكرونه طريه. بس كده. وبعد كده الطبقه اللي هي بقى الحشوه، يلا بينا. بسم الله يا شيماء، اهلا وسهلا. يا شيمو ازيك؟ ازيك يا شيماء؟ ازيك يا شيف هاله؟ عامله ايه؟ صباح الفل. صباح السعاده.
عامله ايه يا شيف؟ عامله صينيه مكرونه تستاهل بقك النهارده يا شيماء. تسلم ايدك، كل حاجتك الجميله. الله يخليك يا شيمو، تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي. تسلمي يا شيف. قولي لي يا شيماء، ليكي اي سؤال؟ لا كنت بسلم عليكي حبيبي. ايلين عايزه اسلم عليكي يا شيف. مين؟ ايلين بنتي. ايلين؟ اه اديها لي. ايوه يا ايلين. يا لولو، ازيك يا لولو؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليها لك يا رب، تفرحي بيها وتشوفيها احلى عروسه في الدنيا. بصوا بقى كده هون في كل حته كده، وخلي طبقه السجق الحلوه دي تبان من بره. ايوه برافو عليكم على اللايف، ان جريسكو فعلا كله بيتقلب على بعضه. شوفوا بقى، شوفوا جمال الطبقات باينه ولا مش باينه؟ انا باين عندك يا استاذ احمد ولا انا طالع عندك ولا مش طالع؟ وريني يلا اهو كده. حلوة قوي قوي، ان شاء الله زي الفل. بقول لكم انا بحب ارتبها كده، ايه بايديا كده. شوفوا جمال الحشوه. بص هي كده مش عايزه طبقات يا استاذ احمد، هي كده عايزه تتاكل كده. شوكه بقى، شوكه كده وادوها كده يا جماعه. واحنا لسه هنستنى لما نعملها بشاميل وتدخل الفرن. كل حاجه مستويه يبقى يلا بينا، كل حاجه مستويه يبقى يلا بينا. الله الله الله، شايفين الدلع؟ شويه دلع. ايه بقى؟ نمسح بقى حروف الصينيه دي كده بالشكل ده، وندخل على الطبقه اللي بعد كده. الطبقه اللي بعد كده ترتبيها بايديكي. باخد المكرونه اللي هتحط عليها بشاميل وبروح حطاها كده، بسم الله. وما تنسيش هنسيب فراغ في الصينيه علشان البشاميل، علشان ما يسيحش مننا في الفرن. بصي رتبي كده اهو. قوليلي. حاضر. طب ماشي، اعمل ايه؟ طيب قوليلي اعمل ايه. احنا خلصنا اهو. بصوا بصوا بقى كده، ادي الطبقات بتاعتنا، واخر طبقه عندنا في الامرايا الجميله بتاعتنا دي، بسم الله ما شاء الله، البشاميل. شوفي انا بحط البشاميل ازاي، بحط البشاميل في النص كده، وبعد كده بظهر معلقه واوزعه على الصينيه كلها اهو. تدي بقى توزيعه محترمه. هو بصي عمال يوزع نفسه بنفسه ازاي، مش مستنيني. كده معلقه ونوزع. بصي بظهر المعلقه كده وامشي كده على الصينيه كلها اهو. بس ما تنسيش ان احنا لسه طالما عندنا جبن، يعني ايه، مش لازم الطبقه تبقى طبقه البشاميل تبقى تخينه قوي، لا مش لازم، الجبن بتحل محلها. اللبن ام كمال تقريبا كده لسه فاتحه معانا، اللبن لتر. ممكن يا استاذ احمد ننزل مقادير البشاميل، عشان البشاميل ده مهم جدا، ده اللي يظبط لك الوصفه كلها بامر الله. بصي باخد كده البشاميل على الحروف كده اهو، بس اهم حاجه مش عايزاه يخرج بره حرف الصينيه، علشان في الفرن ما يفرش منك وينزل في على الصاجه بتاعه الفرن. يلا المقادير اهي يا جماعه، المقادير استاذ احمد نزلها لكم. يا جمال الطبقات يا استاذ احمد وانت جايبها لنا كده. شوفوا بصوا، اه والله تسلم ايديك وعينيك. نظبط بقى نظبط بقى الوش بتاعها. ماشي يا عم سيف. سيف يعني بيقول لي انا وانا فين، انا اللي جايب الطبقات. ماشي مثلا شفت يا عم.